لأن دور الملتقيات والأندية الفنية تذهب إلى أبعد وأعمق من مجرد تنمية المواهب الشابة وصقلها، ويتعدى هذا الدور إطلاقها في فضاء الفن على أرض المعارض الفنية. أقامت سالة السيد وبرعاية من وزارة الثقافة ورشة عمل فنية بعنوان إبداعات سورية، مساهمة باستقطاب الفنانين التشكيليين في ورشة عمل جماعية، حيث التقت الإبداعات الفنية في الورشة عددا من خريجي كليات ومعاهد الفنون وباقة من المواهب التي أثبتت حضورها في الساحة الفنية. الفعالية هيدي الناس حابينا، بتعرفي على الفنانين السوريين شو إمكانياتهم اللي هن عندهم إياها. هلا 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 اللي موجودين حاليا هون كمان من اللاذقية. هاي الورشة اليوم خاصة حر الفنان يحط فكرة ويشتغل عليها. فكرتي أنا إجت من خلال عدة دراسات للوحات، بإني أنا باخذ نوافذ من خلال النافذة، شو ممكن نشوف من خلال هاي النافذة سواء كنت داخل النافذة أو خارجها. فعمل دراسات، يعني كل حدا مننا هالمرة كانت حرة انه كل حدا بيحط افكاره وبيشتغل عليها، بعكس المرة الماضية كان عن المولوية بشكل خاص. يعني ورشة كتير جميلة، طبعا احنا عم نشوف العمل امام الجمهور مباشرة، كل فنان عم يعرض تجربته، اسلوبه، تقنياته واللي بفضله او بحبذه، وربما ناخذ من بعض، يصير في تبادل خبرات او مهارات بيننا نحن كفنانين تشكيليين من حيث الموضوع، من حيث التقنية ومن حيث الاسلوب. حبينا نقدم شيء له علاقة، انا يعني بالنسبة لي له علاقة بالشام القديمة وبهذا المكان. انا تأثرت بي يعني من وحي المكان، حابة اقدم شيء يعني في نساء شاميات هيك من بزمن القديم اللي فيه بيحكي عن المرأة السورية المثقفة، يعني مو المرأة اللي السورية اللي واصلة فكرة عنها انه هي حدا عادي او حدا له علاقة بالتخلف مثل ما الصورة واصلة. هلا هون انا عاملة عن المرأة المثقفة السورية اللي هي بتقدم شيء له علاقة بالفكر والأدب والشعر. كمان فيها موزايك دمشق القديمة، يعني هذا المكان هيك بيوحي لك انك تعملي شيء عن الشام القديمة، عن ناسها، عن طبيعتها. عكست الأعمال ما بين لوحات ومعروضات مواهب المشاركين الذين تألقوا على اختلاف المدارس الفنية التي ينتمون إليها، وما بين مواهب جديدة تغمس ريشتها في خطوات أولى فوق خام اللوحات في مساهمة لنشر الجمال والإبداع.